تيجي الوجبه ديال الفطور، المعده في هذيك اللحظه لاياش كتكون مستعده؟ واش كتكون مستعده انها تستقبل البارد ولا السخون؟ جميل جميل استاذ عفاف. شوف كيفاش دابا مثلا انا استاذ عفاف، واحد السيد مثلا غادي يمشي يؤدي لي واحد المهمه، نعم، مع العشرة الصباح مثلا، مزيان انني نجي عنده مع 8 ونقول له فلان راه مع العشرة غتمشي معايا، يعني كيفاش غيكون هو؟ غيكون اكثر استعداد. نعم، ماشي بحال الا جيتو السلام عليكم يلا مع العشرة، تجي عنده حتى العشرة مزيان تخبره من قبل. هكا استاذ عفاف كيدير التمر والماء للمعده والجهاز الهضمي، مي تفيق في الصباح الباكر. وقلت لكم انا شنو الهديه ديالك؟ نعم. فقتي في الصباح الباكر، خذ الكادو ديالك، خذ البريم ديالك سور بلاصه استاذ عفاف، ما تستناش حتى الشهر. شتي فقتي في الصباح بكرين في الفيزيولوجيا ديالك في الجسم ديالك، خذ البريم ديالك سور بلاص كيعطيها لك سيدي، سور بلاص سور بلاص، يعني ما غتسنى ولو ثانيه، غير فقتي في الصباح هاك البريم ديالك. السلام عليكم، لونفلوب ديالك مكتوب فيه الكورتيزول، مكتوب فيه هرمونات، يوم جميل فيه مردود فيه هذه، وهذا الشيء كيبغي الناس اللي ما كيقدروش يفيقوا. 21 يوم خصكم تدربوا، 21 يوم تدرب عاد ممكن، راه اللعاب كبير في الكره وكيخضع للتدريب. فالتمر والماء استاذ عفاف، التمر بالويتر، ثلاثة تمرات، خمسة تمرات، سبعة تمرات زائد الماء، هادو كنفيقوا بهم المعدة بسرعة. الماء شنو هو الماء؟ لأننا بحالة تنكونوا في ساعات الصيام، يعني هذه العادة اللي تنديروا في شهر رمضان. أي ماشي غير الصيام أستاذ عفاف، وساعة تصور مثلا أنا غادي نجي مثلا عند واحد الصديق وباش غنفيقوا نكب عليه سطاد الماء بارد، كي غيفيق؟ واخا يكون ماشي غير صاحبك راه ما غاديش يبغي ذاك التصرف. هكاك المعدة، المعدة كتبغي واحد السائل اللي هو درجة الحرارة ديالها. شنو هي درجة حرارة المعدة؟ هي 37. إذا أنت الماء اللي غتفطر به مع التمر في الصباح خصك تكون بيتيه في الخابية وبيتيه في القلة، لأن هذاك القلة مصنوعة من التراب، جسمك من التراب، نفس الحرارة ديال الجسم. فكناخذوا كاس ديال الماء من هذه القلة هذه، وكناخذوا خمسة ديال التمرات، ثلاثة ديال التمرات، سبعة ديال التمرات، كنقولوا للمعدة صباح الخير، نوضي راه شي شوية غنعطيوك الفطور. Mais radio, mais radio.